هل من إله؟ الجواب ليس في ذلك شك. أن تنكر وجودك أسهل من أن تنكر من خلق هذا الوجود. إذا قلنا ليس هنالك إله، فالسؤال من أين جاء كل هذا الذي نراه؟ وإذا كان الجواب على ذلك الصدفة، فنسأل لماذا توقفت الصدفة؟ لكن أنا أعتقد نكران وجود من خلق كل هذا الكون أقرب إلى الحقيقة من نكران وجود خالقي. هل من إله؟ نعم، ولا من أين هذا الذي